خلاص مسافرين. طب يا جماعه انا ما معيش فلوس اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه، اقفل كده خمسه وهكلمك. هكلم الحاج. اه سلام. حبيبي شكلك مبيض النهارده، انت واكل كويس ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ما انت لو عايز تتملقني ممكن تقولي مثلا شكلك خسيت مثلا. ما تبقاش غبي بابا. شكلك خسيت، انت راجع من الجيم ولا ايه؟ ايه ده بجد؟ ايوه. ولو اني واكل كويس. عايز ايه؟ اخلص. كنت عايز منك فلوس علشان عايز اخد درس. يا واد يا نصاب، درس تاني يا نصاب. يا واد انت مش جيت لي امبارح بالليل وانا داخل في السرير وبسقط وخدت مني فلوس الدرس؟ لا يا بابا، ده دي كانت فلوس درس الفيزياء، انا عايز فلوس درس الكيمياء. والله اسقط. الكيمياء يا نصاب، مش انت يا واد جيت لي المكتب من 3 4 ايام وكنت مش عارف منكوش ومتعصب وبتهرش وقعدت تقول لي عايز فلوس الكيمياء بسرعه، الكيمياء بسرعه يا نصاب. لا يا بابا، ده دي كانت فلوس درس الكيمياء العضويه، انا دلوقتي عايز فلوس ملزمه الكيمياء الكهربيه. ولا عايزنا كهرب الكهربيه يا واد؟ يا ولد انت مش من كام يوم كلمتني من رقم معرفوش وقلت لي ابعت لي حوالة على بره عشان مدرس الكيمياء الكهربيه واخدني رهينه، وقعدت تقول لي وحش الكيمياء بيكهربني، وحش الكيمياء يا نصاب. يا بابا يا بابا، ده دي كانت فلوس الفديه، انا عاوز فلوس الفيزياء. وبعدين هو انا غاوي شحططه يعني؟ غاوي اروح واجي واروح الدرس وارجع من الدرس وتفضل تقول لي ذاكر وتزعق لي في البيت؟ طب اقول لك على حاجه، مش رايح دروس، انا قاعد لكم في البيت هنا، بس لما اسقط بقى وعد لكم السنه وادفعك فلوس السنه دي كلها مرتين، ما تزعلش. لا استنى، طيب الموضوع السنه مرتين ده مش لذيذ خالص. فاحنا هنعمل الاتي. ماشي. انت هتاخد دلوقتي فلوس الكيمياء الكهربيه عشان ما يقطعوش عنك الكهرباء، وخلي العضويه دي بعدين. طب ولما يسقطوا العضويه اعمل ايه؟ اسقط انا؟ عايز اسقط؟ اسقط. لا لا خلاص ما تسقطش. ما انا ما عنديش مانع، ممكن اسقط لك. لا لا خلاص هتسقط، ما تسقطش دلوقتي، دلوقتي اتاخر خلاص. قرف. تسقط ايه؟ انا دافع دلوقتي لحد النهارده السنه دي 3 مليون و600 الف جنيه دروس، وترجع في الاخر تسقط؟ لا نكمل وخلاص. يلا يلا. طب انت خش اقعد في اوضتك دلوقتي، انا مش فاضي مش فاضي، انا هعمل مكالمه لجدك وبعدين نبقى نتصرف في قصه الدروس الكلام الفارغ. ماشي. اتفضل يا حبيبي. خلاص. الو. ايوه بابا، ازيك يا حبيبي؟ ايوه حبيبي. ايه ده ما شاء الله يا بابا، صوتك محلوه، انت شكلك واكل كويس. يا ابني يا ابني عايز اخلص. طب ده انا اقول له درس ايه المره دي؟ بابا بقول لك ايه، انا كنت محتاج فلوس درس الفرنساوي. يا ابني انا مش اديتك فلوس درس الفرنساوي دي 4720 مره قبل كده. لا, لا 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 يا بابا، ده كان فلوس القلم الفرنساوي، انا دلوقتي عايز فلوس درس الفرنساوي. يا ابني يا ابني انت مش اتخرجت من 30 سنه واتجوزت وخلاص خلصنا؟ لا لا ما انا شايل فرنساوي يا بابا من ساعتها، ومسيو الفرنساوي لو ما روحتش بالفلوس هيبهدلني. بعدين معلش بقى، انا عامل لكم ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ عايز نسقط؟ يا ساتر تسقط؟ طب يا ابني، طب اقفل دلوقتي، لازم اعمل مكالمه لجدك وبعدين نشوف هنتصرف ازاي. حبيبي يا بابا.